السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ رمضان كريم عليكم. اليوم حنسوي أكلة كلش طيبة، أفخاذ دجاج مشوية بطريقة كلش سهلة. عندنا المقادير كيلو دجاج، وملعقتين أكل نشا، وملعقتين صغيرة فلفل أحمر حار، وملح، وقرنفل، وكزبرة، ودارسين، وكمون، وكركم، وزيت، زيت ربع كوب. هنا أنا عندي هاي الأفخاذ، يعني منزوعة العظم، شال العظام كلها منها. عندي الأفخاذ منه نشوين لأن اللحم مالتي يصير كلش طري، فطعمهم كلش طيبة أكثر من الصدور. هنا عندي هذا الزيت، أخليه على الأفخاذ ونتبل بيه الأفخاذ. هنا أنا مخلية شحم، بس ما حاجة تخلون لأن أنا صارت كلش دسمة بوقتها، فأنتوا خلوا لو الزيت لو الشحم، لا تخلوهن اثنينهن. هنا نخلطن كل الزين بحيث الزيت يتجانس ويا الأفخاذ، وبعدها نخلي المواد عليها، البهارات والنشا والملح، ونخلطهم زين. افضل يعني ان الصينية تكون تشون بها مو مسطحة، تكون بهالشكل. انا استخدمت مال خبز التوست. احنا نخلطهن بهالطريقة هاي، والفرن انا مشغلته، شغل الفرن يعني على اعلى درجة. هنا بعد ما كملنا نخليها بهاي الصيب هذا القالب، هنا تخلوها مثل الطبقات. نخلي الأفخاذ نسطرهم بهالطريقة هاي ونسويها طبقات، وانتو هاي الكمية يعني حسب انتو شقد تردون، يعني تردون تقللون او تكثرون براحتكم. هاي الطريقة وهنا من تخلون الأفخاذ تحاولوا ترصوها، تضغطون عليها نضغط عليها بهالطريقة هاي، بعدها اخليه بالفرن. تقريبا اخذ مني وقت 40 دقيقة. شغلت الجو، وبعد ما استوى شغلت الفوق بس على مود ينطي لون، يتحمر الفوق. وهذا شكله بعد ما طلع من الفرن، طبعا طعمه كان كلش طيب. والدجاج الشغلة الحلوة بيه انه الدجاج يبقى طري وترف، ابد ما يابس. واتمنى تجربون هاي الطريقة،
يعني طريقة كل السهلة وما تاخذ وقت هواي. هذا شكلها النهائي، اتمنى تجربوها، واذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وسووا لايك، ومع الف سلامة.